الآن نذهب إلى الرياضة، والبرازيل تبقي على هيبة الكبار وتتأهل لربع النهائي في كأس العالم في روسيا على حساب المكسيك بهدفين دون رد. بلجيكا تنتفض في الدقائق الأخيرة لتعطل الكمبيوتر الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. للمزيد ينضم إلينا الإعلامي والصحفي الرياضي الزميل لطفي الزعبي. يا لطفي، صباح الخير. أمس كادت أن تكون آسيا في ربع النهائي بس ما صارت. اليابانيين مختلفين في كل شيء بصراحة. يعني أنا مش عارف، بديش أحكي عن كرة القدم لأنه كل الناس شايف التحليل اللي عم بيصير. صحيح. بعد المباراة الجمهور ينظف المدرجات. بعد المباراة اللعيبة نفسهم تدخل على غرفة الملابس تلاقيها أفضل مما كانت ومعطرة ومرتبة. ناس منظمين فكريا وعندهم استراتيجي وعندهم خطة للأمام. اليابانيين بالمناسبة بال94 كأس العالم بأمريكا، ب94 ما تأهلوا، عملوا برنامج 4 ساعات وثائقي ليش ما تأهلنا، شو السبب، وتحليل وقصص وإيش دراما، يعني مش ما بياخذوا الموضوع إلا بمنتهى الجدية. فريق تنظيمه رائع، إصراره، عندهم سرعة عالية واضحة في أرض الملعب. الانتقال لأرض المنافس كانوا بيعتمدوا على الهجمات المرتدة. صحيح. بالأول لما خلص بدون أهداف، بالثاني بظرف يمكن 5 دقائق كانوا مسجلين هدفين. كانت مفاجأة. يبدو لنا فيروس عطل. طب ايه نقاط الضعف اللي انت شفتها امبارح من خلال المباراة، وابرز اللاعبين اللي ظهروا في بلجيكا وغيروا مقالب؟ هلا بصراحة بلجيكا خط الدفاع اخطاء دفاعية واضحة حصلت، استغلت بشكل سليم من منتخب اليابان. بالنسبة لبلجيكا، هو بيقدم اداء كويس في كأس العالم الحالية، لكن انا عجبني الحس العربي، يعني مش عنصريه، بس انه مروان فيلايني البديل سجل جول، ناصر الشاذلي سجل جول بالدقيقه 93، والاسماء كومباني المدافع لاعب سيتي بخط الدفاع، الاسماء الموجوده، هازارد كره في القائم الايمن لمرمى اليابان، هدول مجموعه من اللاعبين غيروا مجرى المباراه واثروا بأنه المباراة تذهب لمصلحة بلجيكا، وإصرارهم أنه هم قادرين وغيروا لآخر لحظة منها. هل بالفعل اعتماد مدرب بلجيكا على الطول لاعبي فلايني وغيره هو مفتاح السر مع قصر قامت؟ هلا بكل، شوف، أي مدرب في العالم بهمه أنه اللاعب يكون طويل، بس الروس عندهم واحد قريب المترين. يعني مزبوط، يعني أنت مثلا بيكي بدفاع برشلونة بتحسش أنه خارق وممتاز، لكن والله من غير قصد أقسم بالله، بس انه طويل. بس انا اشجع ريال مدريد، انا اشجع ريال مدريد بس حسيت فيه لا انه في لاعب بتلاقي طويل بس هو لانه زي الخشب، هو بيستعمل راسه. طويل طويل يعني غير طبعا البدنيه مطلوبه، في طول غير طويل. طيب وشو جابوا هذا الموضوع؟ طب مباراة البرازيل والمكسيك، عفوا، تابع جيد. 2-0 للبرازيل. انا شوبت نجيب لك مناديل. طيب ايه قول لي، تفضل. شفت المباراة امبارح ايه الوضع؟ كان البرازيل مع مين لعبت؟ البرازيل. انت بتغلطني، انت بتغلطني. ليش؟ البرازيل ومين؟ انت قولي. المكسيك. ليش لحظة، ليش تعلمونها؟ تعلمونها؟ مو عارفة. طيب يلا سألي سؤالك. عامة أنا ما شفتش المباراة، بس يعني سمعت عن التحليلات. يخرب بيت كده، خليك معايا. غير الموضوع زعل. شايف انه المكسيك ممكن تفوز على البرازيل؟ نقاط دي على زيزو. عادل متعب من الاول بالصف. ما لي علاقه، تقول لك البرازيل وبلجيكا. انت المكسيك. لا والله انت قلت انا الناس. لا هي مش ذنبها. والله هي البرازيل مع مين لعبت؟ لا المكسيك. صح، غلطت. هذه الفقره يعني للنسيان. الحياه سعيده. لا احنا دائما بنستمتع. وين سؤالك؟ يلا وانا كمان. يلا شوف، البرازيل والمكسيك 2-0 البرازيل. فيهم الفترة الجاية متوقع ايه من البرازيل؟ نقاط القوة اللي كانت موجودة ليلة امس. شوفي البرازيل كل الناس بترشح البرازيل دائما، 24 ساعة هو مرشح انه يكون طرف في النهاية او انه يفوز، فايز 5 مرات. الفريق كل ما مشي في كأس العالم كل ما كان فيه ثبات واستقرار واداء افضل.
نيمار كان كثير مزعج وسوري للمصطلحات اللي بدك اياها، لكنه في المباراه الماضيه كان انه بيمثل وكذا، لكنه في المباراه الثانيه الماضيه ظلم، يعني كان في ضغط عليه شديد وكل المدربين بوجهوا انه هذا اللاعب مهارته عاليه، بيلعب بهدوء، بيلعب بسرعه، هو بغير رتم المباراه زي ما بده. اليوم كولومبيا انجلترا، لان ما بقي عندنا وقت، تبقى ام تخرج انجلترا ويبقى البرازيل منفرده؟ انجلترا لازم احنا بناخذ شويه معايير، بنقول انجلترا فرق الشباب عندها، الشباب الصغار كلهم فيها بطوله، عم بيجيبوا بطولات ودائما انجازات. الكره الانجليزيه اللي من ال 66 المره الوحيده اللي فايزين، الان هم عم بيمشوا بالخط الصح، فبتوقع انه انجلترا تفوز. يلا شكرا جزيلا للاعلامي والصحفي الرياضي لطفي الزعبي، ايمن شكر موصول لزميلتنا مروه اللي اجتهدت وركزت، شكرا جزيلا لك. كيف حالك يا مروه الكريم؟